بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وارضهم واجعلنا من محبيهم جميعا يا أرحم الراحمين، واشنا وامقت من يبغضهم رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد، فنحن لازلنا في حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني خمس قواعد، خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة وهي عمود هذا الدين الإسلامي، وهي التي من حفظها وحافظ عليها وأحسن أداءها مخلصا لله في العمل لقي ربه جل وعلا ومنحه العزة وادخله الجنة، وأداء الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وبها بالركنين السابقين يحصل لمن صدق في إيمانه الأمن والأمان إلا في حق الإسلام. وصيام رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وحج بيت الله الحرام. بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس للعبادة، وهو في أشرف بقعة على وجه الأرض، وقد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وقال الله في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يتم إسلام الواحد القادر على أداء هذه الأركان إلا بأن يأتي بهذا الركن ما لم يكن عاجزا عن الاتيان به، أو ما لم يكن أيضا لا سلطة توصله إلى هذا المكان. ثم إن حج البيت له شأن عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الطفل لما يولد، أول ما يولد ليس عليه أي ذنب لأنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم أو لم يكتب عليه. فالذي يحج البيت العتيق ويؤدي مناسك الحج حريصا على أن تكون مثل ما تم أداؤه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صان حجه، لم يخلط في رفث ولا فسوق ولا قصر في أداء ما يمكن أن يؤديه مما كان النبي عليه الصلاة والسلام أداه، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حج بعد هجرته مرة واحدة، والتي تسمى حجة الوداع، تسمى حجة الوداع. وقد قال للناس: لعلي لا أدري هل ألقاكم لتأخذوا عني مناسككم، يعني اعرفوا كيف أحج واضبطوا ذلك وحافظوا مستقبلا كلما حججتم أتموا مناسك الحج. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي إذا مر بها الإنسان الوافد إلى مكة لأداء حج أو عمرة أن عليه أن يحرم. ماذا يحرم؟ يتخلى عن ملابسه المعتادة، وأن يلبس إزارا
ساترا تام الستر ورداء لا يغطي رأسه، وبعد دخوله في الإحرام يتجنب الطيب، لا يمس طيبا، ويتجنب مفسدات الإحرام، ومنها العلاقة بالنساء أي بزوجة المرأة، علاقة الجنس الجماع. إذا أحرم لا يحل له، وإذا أحرم لا يحل له أن يعقد نكاحا لنفسه أو أن يتزوج ما دام في الإحرام. ثم شرع له في هذا النسك عند الدخول فيه بإعلان الاستجابة للدعوة إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك على كل وعلى يأتوك إلى آخر الآية. فليحرص الإنسان وليحرص على تلبية رسول الله، وإن كان غيرها جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وهي بهذا اللفظ: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي عليه الصلاة والسلام حدد لمن جاء من المدينة أو عن طريقها بأن لا يتجاوزه من يريد حجا أو إحراما إلا محرما، حدد لهم ذا الحليفة وهو قريب من المدينة، ومن كان من شمال على المدينة عن طريق البحر أو الساحل حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، وحدد لمن يأتي عن طريق نجد قرن المنازل وهو الذي يسمى عند عامة الناس السيل، وحدد لمن يأتي عن طريق اليمن يلملم. هذه الحدود والمواقيت التي على من أراد حجا أو عمرة مارا بها ألا يتجاوزها إلا محرما، يقاس عليها ما كان يقابلها أو يحاذيها لمن لم يأتي مع الطريق الذي يمر على السيل ولكن بالاتجاه إلى مكة، أو لم يمر بيلملم المتجه إلى مكة على الآتي من اليمن أو من جزوب جنوب البلاد. وكذلك بقية المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمن أراد حجا أو عمرة قادما من وراء هذه الحدود أن يتجاوزها بغير إحرام، وأن يحرم، وأفضل ما يمكن أن يحرم به برداء وإزار، ولا يلبس السراويل، إلا من لم يجد إزارا ولا يملك شيء من ذلك يحرم بالسراويل، ولو بقي أعلى جسمه بدون لباس يكون محرما. وإذا لبس ملابس القدمين يلبس، يحرص على أن يلبس خفين لا ساق لهما أو نعلين. النبي أمر في أول الأمر بأن يقطع ساق الخفين بحيث يكون أعلى تحت الكعبين، وهذا لا شك أنه الأحوط والأولى. وإن كان في عرفة لما أخبر الناس النبي مرة ثانية لم يذكر القطع، لأن القطع فيه شيء من إتلاف المال. ثم يستمر الإنسان في التلبية في طريقه كله: لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني إجابة. الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك على كل ضامر، إلى آخر الآية راحت من دي، يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في ذلك الوقت ليس فيه من وسائل النقل من أباعد الأرض إلا ركوب الإبل التي قال الله عنه ما قال: من حملها لأثقال الناس وتبليغهم للأماكن التي لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. فكانت هي وسائل النقل، ولا شك أن كل وسيلة أوجدها الإنسان فلم يجدها من علم من نفسه، وإنما من توفيق من علام الغيوب القادر على كل شيء.
فلا حرج في ذلك. يستمر الواحد ملبيا، إذا انخفض رفع صوته بالتلبية ولا حرج أن يخلق طمعها التكبير، وإذا ارتفع يستمر، لكن يشغل وقته عامة وقته بالتلبية، وهي تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانت العرب لها تلبيات مخلوطة، منها يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ونحو ذلك، يعني يقصدون بذلك أصنامهم وما يزعون أنه يشفع لهم، فأبطل الله مزاعمهم وجعل التلبية والاستجابة لله رب العالمين. يستجيب الناس لله: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستمر الرجال والنساء، لكن النساء ينبغي أن تخفض صوتها بحيث لا يسمعها إلا من كان حولها من نسائها، وأما الرجال فيرفعون أصواتهم لكن بدون تشويش ولا رفع صوت يؤذي، ويستمرون على ذلك إلى أن يصلوا إلى مكة، إلى أن يصلوا إلى قرب البيت العتيق. فإذا وصلوا إلى البيت العتيق تنتهي التلبية، لأنها تلبية مجيب ملبي الدعوة: وأذن للناس بالحج يأتوك على رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق بعيد. تأتي هذه الرواحل من شمال الأرض وغربها، انقطعوا بحارا فيركبونها بعد قطع البحار، ولكنها هي الوسيلة الظاهرة، ويشتغلون بالتلبية. في هذه الحال لا يغطي المحرم رأسه ولا يمس طيبا، وإنما لا حرج لكن يحرص على عدم تغطية الرأس. ومن رحمة الله أن المكان الذي منه يبدأ الإحرام إلى مكة ليس بالجو البارد التي يكون الناس في حاجة ماسة إلى الالتحاف وتغطية الأبدان، فإنه أقرب للدفء، وإن كان كلما دنا من مكة كان الجو أدفأ وأقل إيذاء بالنسبة للبرودة. ومن رحمة الله جل وعلا على المسلمين أن جعل هذا المنسك العظيم منسك الحج في أرض لا يتأذى الإنسان فيها إذا لم يكن مغطيا رأسه بشيء، جعلها الله جل وعلا متيسرة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. والبيت العتيق هو أول بيت وضع على وجه، كما قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. وسأل الصحابة النبي قال: وأي هو أو بيت المقدس أيهما أولى أقدم؟ قال النبي: البيت العتيق أقدم. قال: كم بين؟ قالوا: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. يعني بعد بناية البيت العتيق بني المسجد الأقصى، وكلها وقعت في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو كان من سكان تلك الجهة، وإنما أتى بأمر الله له أن يقضي بعض ذريته في هذا المكان، كما قص في كلامه لربه جل وعلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فأسكن جاريته ماريا وابنها إسماعيل عندها هذا البيت، في قصة معلومة معروفة. فرض الله هذا الحج على الناس، وكان الناس يحجون هذا البيت، وربما حج البيت أناس قبل إبراهيم عليه السلام، يعني يحجون للمكان، لهذا المكان، كما في يروى عن صالح عليه السلام، وصالح وجوده قبل وجود إبراهيم. فاحرص أيها المسلم بمجرد ما تعزم على الحج، أعلن بينك وبين الله بالتوبة عن الذنوب، ما تذكرته من ذنوب بينك وبين الخلق اجتهد في الخلاص منها، وما تذكرته من ذنوب بينك وبين الله فقط أعلن توبتك بصدق. والله جل وعلا يقول:
وإني لغفار لمن تاب. فأكثر من ذلك، ثم تعاهد نفسك بالاستغفار والتوبة، وتعاهد نفسك بإعلان توحيدك لله، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني لا شريك لك في هذه الأمور كلها، وكل من ملك واختص بشيء فخصوصيته داخلة في ملك الله، لأن الله جل وعلا هو مالك العبيد وما يملكون. ثم اجتهد في ذلك بالذكر والتلبية والتسبيح والتهليل، فإذا وصلت إلى البيت العتيق بنية حج أو عمرة ونظرت إلى ودخلت، فكف عن التلبية وابدأ بما هو مشروع لك في حال الطواف، وهو التسبيح والتهليل والدعاء، وكلما كان الدعاء بالثناء على الله، لأن هذا يسمى دعاء العبادة، ودعاء العبادة أشرف من دعاء المسألة. دعاء المسألة أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم منحني ذرية، زواجنا وغير ذلك، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة أن تقول سبحانك الله لا إله إلا أنت، أنت الرزاق، أنت الغفار الرحيم، أنت أرحم الراحمين، أنت مجيب الدعاء، أنت المتكفل بخلق العباد وأرزاقهم، تمجد الله جل وعلا وتثني عليه. ومن لازم أو من معرفتي أن الإنسان إذا أثنى على الله بأنه الرزاق الفعال لما يريد، إنما يسأل ربه أن يمنحه شيئا مما يقتضيه اتصافه بأنه الرزاق، وأنه العفو الكريم، وأنه غفار الذنوب، وأنه أرحم الراحمين، إلا غير ذلك. فإذا وصلت البيت العتيق محرما تطوف بالبيت، تبدأ من مقابلة الحجر الأسود مع الركن مكبرا باتجاه الكعبة الحجر، ثم تذهب على يمين الحجر، تجعل الكعبة على يسارك وتدور عليها إلى أن تأتي إلى الحجر ثانية، وأنت مشتغل بالتسبيح والتهليل والثناء على الله والاستغفار والدعاء. فإذا وصلت إلى الركن هذا انتهى الشوط الأول. والسنة لمن قدم وافدا إلى مكة من غير مكة، من أي مكان خارج حدود مكة، أن يمشي بسرعة ركض جري الثلاثة الأشواط الأول الهرملة، ويسن له أن يكون في حال إحرامه عند طوافه مضطبعا، والإضطباع أن تجعل حاشية الرداء تحت إبطك اليمنى، وتجعل طرفي الرداء على عتقك اليسرى، وتستمر بذلك حتى تنهي طوافك سبعة أشواط. كلما حاذيت الحجر ترفع يديك مكبرا وتثني على الله وتسأله بما تريد، لو سألته من أي شيء جاز، إلا أن الأفضل أن تسأله أن يغفر لك، أن يثبتك على الحق والهدى، أن يصونك عن الردى، تجتهد في ذلك. فإذا أنهيت صلاتك طوافك سبعة أشواط وتيسر لك مكان خلف المقام، مقام إبراهيم، تذهب وتصلي خلف المقام ركعتين، والأفضل أن تقرأ في الركعتين في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ثم تخرج بعد ذلك باتجاه الصفا على حالك اللي أنت عليها، فتصعد إلى الصفا حتى تكون مقابلا للبيت، وإذا لم يكن وإن كان حاجزا لك هناك حاجز يحجزك عن رؤية البيت، تتجه بالاتجاه الواضح وهو واضح لمن يكون هناك، ثم تكبر الله، ترفع يديك مكبرا ثلاث مرات أو أكثر، وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم، وتكررها إذا أمكنك الوقت ولم يدفعك الزحام، ثم تنزل ماشيا باتجاه المروة. فإذا وصلت
بطن الوادي وكان في السابق مجرى سيل، هنا الآن وضعت علامات وضعت الدولة عليه علامات ترشدك إلى أنك في نفس المكان الذي هو الوادي، فإذا وصلته تجري بسرعة هرولة قوية حتى تجتاز المكان ذلك إذا قدرت، ثم تستمر اتجاهك إلى المروة مسبحا مهللا مستغفرا داعيا ربك معلنا توحيدك الخالص ألا يكون لك في أي عبادة من عباداتك أو تطلعا لشيء من الله جل وعلا أي شراكة لأحد من الخلق، لأن من أشرك مع الله أحدا من الخلق لم يقبل الله هذا ذلك العمل. فإذا وصلت إلى المروة صعدت حتى تكون في أعاليها ثم تتجه للكعبة مرة ثانية وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية وتكرر الله أن تيسر ذلك، ثم تتجه للصفا نازلا من المروة تسير بهدوء، ولا حرج إذا سرت بهدوء ليس فيه جري وركض ولكن ليس يكون هدوءا متباطئا، لأن هذا المقام مقام يقتضي الجدة والحزم فيه إلى أن تصل إلى بطن الوادي الذي عليه العلامات الإشارة الخضراء حتى تكون متهيئا للركض للجري في تلك المسافة إذا كان الأمر غير شاق عليك حتى تصل المروة، فتكون أيضا أديت الشوط الثاني وتكرر هذه سبعة أشواط، تبدأ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الثاني، ومن الصفا إلى المروة ثالثا، ومن المروة إلى الصفا الرابع، ومن الصفا إلى المروة الخامس، ومن المروة إلى الصفا السادس، ثم الشوط الأخير الذي تبدأ من الصفا إلى أن تصل إلى المروة وتكون قد أنهيت السعي. إن كنت متمتعا بالحج إلى العمرة أو كنت مؤديا عمرة فقط تتهيأ لحلق رأسك، والحلق أفضل، الحلق أفضل، إلا إذا كنت متمتعا بعد أيام ستكون داخلا في الحج فقصر، والتقصير محله أن يعم الرأس بالتقصير لا يكون أماكن. فالله سمى المحلقين المحلقين النبي سماهم والمقصرين، فاحرص على أن تتقن ذلك. في من يقول أخي شعرات، لكن لا تلتفت لمثل هذه الأقوال، إما قصر من عامة شعر رأسه وإما فحلق، والآن تغيرت وسائل الحلق، صارت وسائل حلق تكون أرفع من الحلق ويبقى في الشعر ما يكفي للحلق بعد أسبوع أو أقل أو أكثر. المهم أن تعتني بأنك تأتي على عامة شعر الرأس بالتقصير، ثم في هذه الحال تكون تحللت من إحرامك وحل لك كل شيء حرم بسبب الإحرام، بما في ذلك الطيب وتغطية الرأس والزواج والمبيت مع الزوجة والجماع، كل ذلك بعد الانتهاء من العام العمرة والتحلل يكون حل ذلك لك. واستمر في عملك وإخلاصك العمل لله والجد والاجتهاد على صيانة هذه الرحلة الكريمة لحج أو عمرة، أن يدخلها أي تدنس ودنس، اجعل أغلب ما يدخلها الإكثار من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك، وحقق معنى لا إله إلا الله، لا تقل لا إله إلا الله وأنت يتعلق قلبك بالقبر الفلاني وما يقال في له ولاية وكذا، وما يقال عن الحسين وما يقال عن علي وما يقال عن غير أولئك من أصحاب المقامات كالسيد البدوي وكقبر الحسين في مسجد الحسين في مصر أو غير ذلك،
يجب أن تفهم أنه لا عمل إلا بإخلاص العمل لله وحده، لا يدخل معه شريك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. واحرص على صيانة في هذه الرحلة، لكن احزم على أنك سوف تستمر على هذا الموقف في المستقبل، وإلا فإن الإنسان إذا استمر على هذه الرحلة في رحلة الحج، ثم إذا حط به الرحل في بلاده ذهب للمزار الفلاني وللقبر الفلاني ولكذا ولكذا، فإنه بذلك العمل يفسد ما مضى من الحج. فاحرص أيها المسلم. وإذا حججت، النبي أخبر أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أن تحج من نفقة حلال، لا تحج من نفقة كسبتها من الربا أو من الخيانات أو من السرقات والخداع والغش، لا، إن الله جل وعلا طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. فاحرص إذا أردت أن تحج أن تنظر في كسبك وما تريد أن تنفقه على نفسك أن تنفق من كسب حلال. ثم إذا أنفقت من كسب حلال وتجرأت بعد ذلك على الحرام، فاعلم أن كثرة ارتكاب الحرام من شأنها أن تفسد ما مضى من الخير. لكن أمثال ذلك إذا حصلت توبة صادقة فإن التوبة تمحو السيئات، فإن الله يقول وهو أصدق القائلين وإني لغفار لمن تاب، وقال جل من قائل إن الله يحب التوابين والمستغفرين، وأخبر أنه يحب التوبة عبده أحب إليه من أي شيء، لا لشيء يستفيد هو، فإنه جل وعلا الغني، ولكنه يحب أن يرحم عباده، كما في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح من حديث مسلم وغيره الذي يقول الله فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم سرد في هذا الحديث عدة جمل كلها يبين للناس حاجتهم إلى الله وغنى الله عنهم، فإن الله فيه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم إلى آخر. احرص أيها المسلم في أمور عبادتك مطلقة وفي أداء مناسك هذا البيت العتيق، احرص على أن تكون على أزكى ما تكون، لكن مع استبطان العقيدة اللازمة أن تستمر على المنهج الذي أنت صرت عليه عند طوافك بهذا البيت، فاجتهد في ذلك. ثم أعلم أن الحج يصح من الكبير والصغير، ولو كان طفلا لا يميز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق من ذي الحليفة وارتفع على الطريق لقيه قوم فقال لهم من القوم؟ فقالوا المسلمون. ثم قالوا له من أنت؟ قال رسول الله. فما كان من امرأة تحمل طفل في محفتها أو هودجها إلا أنا أخرجت الطفل بيديها وقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا حجج الإنسان ولده الصغير من ذكر أو أنثى يمشي أو لا يمشي كان له حج، وكان لمتولي أمره الأجر أو أجرا في ذلك، مع اكتساب الطفل أجره الذي يبقى محفوظا له حتى يكون في التكليف. فاحرص إذا حججت وحج معك أحد من أولادك ولم تخش زحاما ولا غلبة أن تحججه أو أن تدخله في الاعتمار العمرة. ثم إذا أدخلته فحافظ على أن يكون ملتزما بما يلتزم به المحرم، لا يمس طيبا، ولا وإذا كان فتى لا يغطي رأسه، وإذا كانت فتاة فلا حرج في تغطية الرأس إلى غير ذلك. ثم إذا أنهيت حجه
أو عمرته، إن كان فتى فإما أن تحلق له أو تقصر من رأسه كله، وإن كانت فتاة تقصر من أطراف شعر رأسها فقط. فاحرص أيها المسلم في مثل هذه الأمور. ثم إذا جئت إلى مكة، ليس في مكة مزارات تذهب أن تزور المحل الفلاني والثاني، لا، أشرف مكان في الوجود على وجه الأرض هذه الكعبة ومحيطها. أكثر من الصلاة حول هذا البيت، وإن كان زحاما كن في مكان، وأكثر من قراءة القرآن إذا كنت قارئا، وأكثر من التسبيح والتهليل، وأكثر من ذكر الله. وإن كنت جالسا وتحب أن تصلي نوافل فوقت الإباحة لا حرج، بعد طلوع الشمس بقليل استمر إلى أن يقوم قائم الظهيرة، ولو صليت ما صليت، وبعد الظهر إلى العصر فكذلك. يعني اشغل وقتك في هذه البقعة المباركة في أن ترجع وقد اكتسبت حظا كبيرا من الأجر والثواب. ثم إذا أنهيت عمرتك وأردت أن تسافر لبلدك أو لغيره، لكن تخرج من مكة، لا يلزمك وداع، لا يجب للعمرة، إلا أن الوداع أولى، لأنها عبادة لا توجد على وجه الأرض بتاتا إلا حول هذا البيت، لا وجود لها في المدينة، لا وجود لها حول قبر النبي، لا وجود لها في أي بقعة في الدنيا. ومن صنع شيئا من ذلك في الدنيا عاد عليه وبالا وضررا، وربما أخرجه من الملة. كل ما أمكنك أن تقوم به حول هذا البيت من عبادة جائزة ليست في وقت نهي فافعل. ثم إن الذي يطوف بالبيت لا حرج عليه إذا طاف أن يصلي ركعتين، ولو بعد العصر، ولو بعد صلاة الفجر، لذلك أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حججت، ولا أحب أبسط الموضوع في الحج، إن شاء الله سوف يأتي وقت الحج، وأرجو أن أكون ممن يحضر إلى هذا المكان إن قدر الله ذلك وأتحدث، لكن احرص على أن تتقيد بالسنة، فإن النبي بقي في مكة يقصر الصلاة ركعتين الظهر وركعتين للعصر وركعتين العشاء، هذه الأوقات الثلاثة هي التي يدخلها القصر، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيها. كذلك فيما يتعلق بالتهجد في الليل، لا حرج على الإنسان ولو كان مسافرا أن يصلي شيئا من الليل متهجدا بوتر، ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة، ثلاث عشرة، الأمر واسع. وقد قال سيد البشر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما مضى. فيما يتعلق بالقصر، السنة الثابتة أن من جلس في مكة أربعة أيام فأقل أنه يقصر الصلاة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن من كان يجلس أكثر من أربعة أيام، فإن مذهب مالك والشافعي وأحمد أن من ينوي أن يجلس أكثر من أربعة أيام أن عليه أن يتم الصلاة، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. النبي لما دخل اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو قرب نهاية الرابع لمجيئه إلى مكة، توجه إلى منى، وكان في قبل ذلك يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في الأبطح في مكة، ولا يجمع بين الصلاتين، ويصلى المغرب ثلاثا ويصلى العشاء ركعتين دون جمع، والجمع جائز عند الحاجة الملحة. ثم راح إلى منى فأصبح فيها فصلى فيها الظهر من اليوم الثامن، ثم صلى فيها العصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، وبعد صلاة الفجر تهيأ للتوجه إلى عرفات، وهو مشتغل بالتلبية والذكر في طريقة إلى أن وصل إلى عرفات. هو نزل قبل أن يصل الوادي والناس دخلوا، ثم لما زالت الشمس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألقى خطبته المعروفة في يوم عرفة،
وقال للناس عن فضل عرفة وأن عرفة كلها موقف، جميع حدود عرفة موقف، إلا أنه لما وقف عند الصخرات عند الجبل اللي يسمى عند العرب في الجاهلية إلال، كما يقول ذاك بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع. فإلال ذلك الجبل هو الذي وقف النبي عليه صلى الله عليه وسلم، ليس بجبل عالي، وبقف فقال للناس وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة بطن الوادي إلى أن غربت الشمس وهو مشتغل في طول جلوسه بعد صلاته أداء صلاة الظهر جمعا وقصرا، وكان يوم جمعة، صلى الفجر الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين في نفس الموقع عند المصلى الذي مكتوب عنده مسجد إبراهيم، ثم ذهب إلى الجبل ووقف فيه إلى أن غربت الشمس، فلما غربت انصرف، وكان مفطرا يوم عرفة ما صام، فالسنة للحاج ألا يصوم في يوم عرفة، ثم رجع وكان يحث الناس على الهدوء في المشي ويقول لهم أيها الناس إن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع هو تركيض الإبل بمن عليها، والسير برفق هو الذي أخف. فكان النبي يمشي وقد شنق لناقته زمامها حتى يكون رأسها قريبا من أعالي المركب حتى لا تكون مسرعة بالاندفاع، إلى أن وصل إلى مزدلفة فنزل فيها. يقول إن الأسئلة كثيرة، ولعل بقية حديثنا عن إثمام المنسك يكون في الليلة القادمة، وأسأل الله أن يتم اللقاء لنا جميعا فيما بيننا، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الله مقبولا لديه نافعا لنا في حياتنا وآخرتنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرحم المسلمين برحمته الواسعة، وأن يعاجلهم بالفرج وينقذهم من وطأة أعدائهم من يهود وكفار ونصيريين وصفويين ومن يساندهم ويعينهم. نسأل الله أن يعاجل المسلمين في كل مكان بالفرج من شر أولئك القوم، إنه هو الفعال للمريد، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعم أوطان المسلمين بالرحمة والأمان والأمن والإيمان والتعاون على البر والتقوى، وأن ينزع من كل البلاد الإسلامية ما فيها من خلافات وشر، وأن يحل محلها التعاون على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل اليمن بانكشاف ما حل بهم من نكبة هؤلاء المسمون بالحوثيين وهم جزء من الرافضة الذين أسقوهم وأشربوهم في هذه بعد ثورة الخميني حتى صار لهم ما صار، ولكن الله جل وعلا بالمرصاد نحن مطمئنون واثقون بأن العاقبة إن شاء الله ستكون للتقوى وأهلها، وأن الخذلان والبوارة والتدمير لكل من يضاد الحق وأهله، وكل من يمقت الصحابة، فإن الرافضة في كل مكان يكفرون الصحابة عموما، ولكنهم يخصون أبا بكر وعمر وعثمان بمزيد من المقت، لأن انتصار الرايات الإسلامية في الشرق والغرب والشمال كلها وجدت في عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة، فهم يمقتونهم أكثر من غيرهم مع ما عندهم من تكذيب للقرآن وزعم بأن القرآن محرف وزعم بأن القرآن ليس هو الذي بين أيدينا مما هو معلوم في كتبهم ويقرأه كل من أراد أن يطلع عليه، فقد يسر الله للناس الأسباب في ذلك، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا الملك سلمان تقى ويعز به البلاد والعباد، وأن يجعل بلاده بلاد أمن وأمان ومقصد أمن لكل
أخائف وراجي، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في عمره وحياته ويزيدنا جميعا من البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.